السلام عليكم، معاكم الدكتورة سمر شعبان، مدرس مساعد فيسيولوجي. النهارده هنبتدي اللاب بتاعنا عن blood volume، measurement of blood volume. اول حاجه قبل ما اقول لكم الميجرمنت او منها ازاي بنقيس البلاد فوليوم، عايزه اعرفكم بس نبذه على الديستريبيوشن اوف ذا بلاد ان ذا بادي. اول حاجه الادلت مين ده بيحتوي على توتال بلاد فوليوم اباوت 8% اوف ذا بادي ويت، اللي هو حوالي من 5 ل 5.5 لتر. طيب ده بيحصل له ديستريبيوتد ازاي؟ 250 مللي منه في الهارت، 1300 مللي في البالمونري سيركيليشن، 550 مللي ان ارتريز، 300 مللي ان كابيلاريز، 2250 مللي ان فين. اتبقى لي كده حوالي من 500 ل 1000 مللي، ده غالبا بيبقى موجود في البلاد، في الاذر بلاد ريزرفوار الليفر. طيب ندخل بقى على الموضوع بتاعنا اللي هو ميجرمنت اوف ذا بلاد. اول حاجه هو البلاد ده عباره عن ايه يا دكاتره؟ البلاد ده عباره عن بلازما فوليوم وار بي سيز فوليوم. طب يا دكتوره انت كده بتقولي لي هو البلاد بلازما وار بي سيز بس؟ لا، في طبعا في بليتليت وفي وايت بلاد سيل، بس الفوليوم بتاع البليتليت والوايت بلاد سيل ده صغير جدا، فانا اقدر اعمل له ايه؟ نيجليكشن. يبقى انا عشان اقيس البلاد فوليوم مين اللي لازم اعرف البلازما فوليوم والريد بلاد سيل فوليوم. طب هتعتمدي على ايه يا دكتوره؟ هعتمد على حاجه اسمها دايلوشنال تكنيك، هنشرحه بعد كده واحنا بندي ايه مثال واحنا بنقيس البلازما فوليوم او الريد بلاد سيل فوليوم. بس انا عايزه اقول لكم تعرفوا ان انا بعتمد اعتماد اساسي على حاجه اسمها دايلوشنال تكنيك. طب يا دكتوره انت عشان تقيسي لي او تعملي لي ميجرمنت للبلاد فوليوم لازم تحسبي لي الاثنين البلازما والريد بلاد سيل؟ لا، ممكن تحسب لي بس بلازما فوليوم او ريد بلاد سيل فوليوم، وبس بشرط ان انت تكون عارف حاجه اسمها هيماتوكريت فاليو. لو انت عارف القيمه دي ممكن تكتفي ان انت تحسب بس البلازما او تحسب بس الريد بلاد سيل. يعني ايه بقى هيماتوكريت فاليو؟ هيماتوكريت فاليو ديت هيم دي يعني بلاد، وتو تو كريت فصل، دي عمليه لفصل الدم. طب يعني ايه برضو؟ انا انت مش فاهمة حاجة، ده موضوع كبير بس انا هشرح لكم منه نبذة صغيرة تفهموا بس الفاليو دي بتيجي ازاي، عشان اما نيجي نشرح بعد كده او نقول على الهيماتوكريت فاليو تكونوا انتوا عارفين ايه يعني ايه. اول حاجة هيماتوكريت فاليو دي نسبة الريد بلاد سيل تو توتال بلاد فوليوم، ودي نسبة مئوية يعني نسبة الار بي سيز للتوتال بلاد فوليوم، تمام كده؟ طيب برضو انت ما قلتليش، انت بتقولي هيم يعني بلاد وتو تو وكريت يعني يفصل، طب ايه الكلام دوت؟ بصوا دي تجربة احنا بنعملها بنطلع منها القيمة دي، بنستخدمها في حاجات كتيرة جدا، تمام؟ طيب التجربة اللي بنعملها بنجيب عينة دم زي الانبوبة واحد اللي فيها هول بلاد، بنجيب عينة دم، الدم ده فيه ايه؟ فيه ريد بلاد سيل، وايت بلاد سيل، بليتليت، بلازما، تمام كده؟ بندخلها في جهاز اسمه سنترفيوج. السنترفيوج ده بيعمل ايه؟ ده عبارة عن جهاز زي طرد مركزي بيلفف الدم، بيلفف العينة دي بسرعات عالية جدا، فيفصلها لي الباكد، بيفصلها لي الباكد ريد بلاد سيل لوحدها، البلازما لوحدها، الوايت بلاد سيل والبليتليت لوحدها. طب بيفصلها لي معتمد على ايه يا دكتور؟ لا، معتمد على حاجه اسمها سبيسيفيك جرافتي. السبيسيفيك جرافتي بتاع الريد بلاد سيل حوالي 1090، والسبيسيفيك جرافتي بتاع البلازما حوالي 1030. فاما بيعمل بدخلها في جهاز السنترفيوج دوت على حسب السبيسيفيك جرافتي بايه بيفصلهم. بعد ما دخلتها اول عينه قلت لكم اللي هي الهول بلاد، بعد ما دخلتها جهاز السنترفيوج وحوالي 5 منت طلع لي عينه تانية. شايفين الانبوبه اللي طلعت؟ الانبوبه اللي طلعت اللي مكتوب عليها افتر سنترفيوجيشن دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن انبوبه فيها تحت الباك دي ريد بلاد سيل او الار بي سيز، تمام؟ بعد كده يقول لك في بافي لاير، بافي وايت لاير من الوايت بلاد سيل والبليتليت، وبعد كده البلازما. طيب برضو يا دكتوره انا استفدت ايه من الكلام ده؟ استفدت ان انا الانبوبه بتاعت او قيم او الانابيب اللي بعمل فيها الهيماتوكريت ديت بتبقى غالبا بتبقى ايه؟ يا اما انبوبه مدرجه يا اما انبوبه تانية بيبقى ليها سكيل. يعني ايه سكيل؟ لها تدريج معين انا بحطه عليها.
تمام. انا مش عايزه ادخلكم في تفاصيل اكتر من كده، بس اهميه الانبوبه المدرجه او الانبوبه التانية اللي لها سكيل ده، انا كده بستفيد منها ايه؟ انا كده بستفيد اقدر اعرف نسبه الار بي سيز للتوتال بلاد فوليوم، يعني اشوف الار بي سيز وقفت عند كام في التدريج والتوتال بلاد فوليوم اصلا كام، واقسمهم على بعض، يبقى انا كده عرفت نسبه الار بي سيز كام في الميه من الايه، من عينه الدم اللي عندي دي، تمام كده. يبقى هي دي قيمه او هي ديت الهيماتوكريت فاليو. طيب ندخل بقى بعد كده، انا عايزين نقيس البلاد فوليوم. قلت لكم البلاد فوليوم ده عباره عن ايه، يا اما بلازما فوليوم او زائد ريد بلاد سيل فوليوم. يبقى البلاد فوليوم ده عباره عن ايه يا دكاتره؟ اللي انا اقيس البلازما زائد الريد بلاد سيل. قلت لكم ايه؟ قلت لكم اللي احنا ممكن نقيس واحد بس بشرط اللي انا اعرف قيمه الهيماتوكريت. طيب خلاص يا دكتور، احنا عرفنا بنعمل الهيماتوكريت ازاي وهنعرف نطلع القيمه بتاعته. طيب قولي لي بقى، هتقيس البلازما ازاي او الريد بلاد سيل ازاي؟ اول حاجه هنقيسها البلازما. هنقيس البلازما معتمدين بطريقتين، يا اما داي ميثود او ايزوتوب ميثود. الاول بالداي ميثود، دي بقى عباره عن ايه يا دكتوره؟ مش انا قلت لكم اللي احنا بنعتمد في التجربه بتاعتنا او في الميجرمنت بتاع البلاد على حاجه اسمها دايلوشنال تكنيك؟ يعني ايه دايلوشن؟ دايلوشن يعني تخفيف. دي ببساطه كده انا بحقن صبغه بكونسنتريشن انا عارفاه واماونت انا عارفاها، بحقنها في الدم. هو انا كده اما حقنتها في الدم واسيبها فتره هتعمل ايه؟ هتتوزع لي الصبغه دي على البلازما كلها. معنى كده لما انا اجي تاني اسحب عينه الدم هلاقي ايه؟ هلاقي نسبه مش صبغه بس، كل النسبه اللي انا حقنتها لا. ليه؟ انا خلاص الصبغه دي اتوزعت على كل الدم، وانا ما سحبتش كل الدم، انا سحبت عينه فيها نسبه بلازما. يبقى انا سحبت عينه فيها نسبه بلازما، فيها نسبه من الداي المخففه، تمام كده. يعني ايه الداي المخففه؟ الداي بعد ما حصل لها ديستريبيوشن وانا سحبت عينه، انا ما سحبتش البلاد كله، انا عشان اسحب الاماونت كلها بتاع الداي انا سحبت ايه؟ عينه. اما سحبت عينه لقيت ايه؟ لقيت فيها نسبه من الداي، بس الداي ديت بعد ما حصل لها انتشار على البلازما كلها، يعني بعد ما اتخففت في البلازما كلها، تمام كده. طيب بالراحه كده معايا، تعالوا نراجع الكلام. انا محقن ماده بكونسنتريشن معين وايه وفوليوم معين، تمام، وبعد كده اسيبها في الدم فتره حوالي من 5 ل 10 مينت، وارجع تاني اخد عينه الدم. عينه الدم دي هتبقى فيها الداي بس هتبقى فيها بنسبه ايه؟ مخففه، تمام كده. يبقى انا بعد كده لو انا بقول لك اللي انا عارفه هقدر لو انا عارفه الكونسنتريشن بتاع الداي في البلازما، وانا اصلا اوريدي عارفه الكونسنتريشن بتاع الداي والاماونت اللي انا حقناها، مش انا اقدر كده اعرف حجم البلازما؟ اقدر اعرفه منين يا دكتوره؟ من المعادله اللي هي الاخيره اللي انا بقول لكم عليها دي، اللي هي سي 1 في 1 بتساوي سي 2 في 2 على حسب برنسبل احنا بنقول عليه، تمام كده. يبقى سي 1 في 1 هتساوي سي 2 في 2. طب انا عارفه سي 1 اللي هو الكونسنتريشن بتاع الداي فين؟ اللي انا الكونسنتريشن بتاع الداي اللي انا حقناها، والفي 1 دي الاماونت او الفوليوم بتاع الداي، هتساوي ايه؟ هتساوي سي 2 دي الكونسنتريشن بتاع الداي بعد التخفيف او اللي هي في البلازما او في اللي هي في العينه اللي انا سحبتها، اتبقى لي في 2 اللي هي الايه؟ البلازما. طيب يبقى في 2 هتساوي ايه؟ هتساوي سي 1 في في 1 على سي 2. تعالوا تاني نراجع الكلام. الداي ميثود دي يا دكاتره عباره عن ايه؟ انا بحقن نون اماونت من داي، انهي داي اللي بحقنها؟ داي اسمها ايفانس بلو، بحقنها اي في بعد من 5 ل 10 مينت. ليش معنى بعد اسيبها 5 ل 10 مينت؟ عشان اضمن اللي هي يحصل لها يونيفورم ديستريبيوشن للداي في البلازما. هاخد عينه دم. طيب هاخد عينه دم هعمل فيها ايه؟ لو سمحتي حط لها انتي كواجوليتد. ليه؟ انا مش عايزاها تتجلط. ليه مش عايزاها تتجلط؟ عشان انا هدخلها جهاز السنترفيوج وافصل منها البلازما. طب انت ليه عايزه تفصلي منها البلازما؟ عشان انا عايزه احسب حجم البلازما، تمام كده. بعد كده هنعمل الكونسنتريشن اوف ذا داي في البلازما ديترمايند اند فروم ذا ديجري اوف ديليوشن البلازما فوليوم ايه كان بي ديترمايند، تمام كده. طيب بعد كده انت قلتي لي يا دكتوره لو انت عارفه حجم البلازما، لو انت كده لو انت عارفه الهيماتوكريت، انا ممكن بقى كده هعمل ايه؟ هعرف
حجم عارفه هيماتوكريت، انا كده ايه هقدر احسب البلاد فوليوم، وانا عارفه ايه عارفه البلازما فوليوم والهيماتوكريت فاليو، يعني مش محتاجه ان انا اجيب الار بي سيز فوليوم. طب ازاي ناخد المثال اللي عندنا؟ لو سمحتوا لو انتوا عندكم 30 مللي جرام من الداي انجكتد ان 1 مللي سالاين، يبقى كده سي 1 في الكونسنتريشن بتاعها في البلازما، الكونسنتريشن بتاع الداي افتر ميكسنج ان بلازما بقى 1 من 100. انتوا كده ممكن تحسبوا لي في 2. اه يا دكتوره، سي 1 في 1 هيساوي سي 2 في 2. سي 1 كام؟ سي 1 في 1 اللي هي 30 في 1، سي 2 اللي هي 1 من 100 مللي جرام في المللي في في 2. تمام كده، يبقى في 2 هتساوي كام؟ هتساوي 30 على 1 من 100 اللي هو حوالي 3000 مللي. طب انت كده يا دكتوره قلتي لي انا كده، انت كده جبتي لي البلازما فوليوم حوالي 3000 مللي. تمام. طيب لو انا عارفه ان الهيماتوكريت بتاع الشخص ده 40%، تمام، انا عارفه الهيماتوكريت بتاع الشخص ده 40%، انت كده وانت عارفه البلازما فوليوم تقدري تحسبي لي التوتال بلاد فوليوم كام؟ اقدر احسبها. اقدر احسبها ازاي؟ هو انت يا دكتوره مش بتقولي ان البلازما فوليوم دي 3000 مللي؟ انا حسبتها خلاص. تمام. طيب وبتقولي لي ان الهيماتوكريت 40%، هي الهيماتوكريت دي قلت لكم عباره عن ايه؟ عباره عن ريد بلاد سيل للتوتال بلاد فوليوم، صح كده؟ يعني ال 40% دمت بتاع التوتال بلاد سيل. طب وانت البلازما فوليوم كام من الهيماتوكريت؟ البلازما فوليوم دي ايه؟ البلازما فوليوم بتحتوي بتبقى حوالي كام من الهيماتوكريت؟ مش انت بتقولي الهيماتوكريت دي الريد بلاد سيل للتوتال بلاد فوليوم، صح؟ والتوتال بلاد فوليوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن ريد بلاد سيل وبلازما. يبقى البلازما كام من الهيماتوكريت؟ 100 ناقص قيمه الهيماتوكريت اللي هو حوالي في المثال اللي عندنا 60% من التوتال بلاد فوليوم. طيب نحسبها بقى كده يا دكاتره، انتوا عندكم اللي 3000 مللي بلازما حوالي 60%، تمام، او 60% من التوتال بلاد فوليوم حوالي 3000 مللي، يبقى ال 100% كام؟ سهم واكس. طيب يبقى طرفين في وسطين، 100 في 3000 على 60، ماشي. يبقى على حسب الكلام دوت التوتال بلاد فوليوم بيساوي البلازما فوليوم في 100 على 100 ناقص الهيماتوكريت اللي هي 3000 في 100 على 60. تاني نعيد الكلام ده تاني. بصوا يا دكاتره انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم لو انا عرفت خلاص البلازما فوليوم وعندي قيمه الهيماتوكريت انا اقدر احسب التوتال بلاد فوليوم من غير ما احسب الار بي سيز. طب ازاي الكلام ده؟ هو انت مش خلاص طلعتي البلازما فوليوم حوالي 3000 مللي؟ طيب وانت عندك قيمة الهيماتوكريت 40%، طب الهيماتوكريت ده كام في المية؟ او بيمثل ايه؟ ده بيمثل لي يا دكتورة الار بي سيز للتوتال بلاد فوليوم. يعني معنى كده المية، طب والبلاد عبارة عن ايه؟ عبارة عن ريد بلاد سيل زائد البلازما. طيب يبقى انا لو البلازما عايزة اجيب قيمتها من الهيماتوكريت هتساوي كام؟ هتساوي 100 اللي هو 100% البلاد ناقص قيمة الهيماتوكريت، صح كده؟ طيب في المثال اللي عندنا قلنا ان البلازما حوالي 3000 مللي، طيب والريد والهيماتوكريت كام؟ 40%. يبقى البلازما فوليوم بالنسبه للهيماتوكريت 100 ناقص الهيماتوكريت فاليو، يعني 100 ناقص 40 60%. طيب بالراحه كده اكتبوها عندكم، ال 60% بتطلعوا لي سهم بيطلعوا لي 3000 مللي، يبقى ال 100% بلاد كام؟ اكس. يبقى ال 100% بلاد كام؟ اكس. يبقى اكس كام؟ الاكس بتساوي ايه؟ 3000 في 100 على 60. تمام كده؟ يبقى دي اول طريقه. طيب تاني طريقه بنستخدم حاجه اسمها ايزوتوب ميثود. يعني ايه ايزوتوب؟ من اسمها بنستخدم حاجه فيها ماده مشعه. بنعمل ايه بقى يا دكاتره؟ بنجيب سامبل اوف سيرم الالبومين انكوبيتد براديو اكتيف ايودين. تمام. طيب انا كده عملت ايه؟ انا عملت السامبل دوت الاماونت اوف ليبلد البومين ويز نون راديو اكتيفيتي از انترافينس انجكتد. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده يعني انا عارفه الاماونت بتاع السامبل كويس، صح كده؟ طيب انت عارفه الاماونت بتاع السامبل كويس وعارفه نسبه الراديو اكتيفيتي اللي فيها. لو سمحتي العينه دي انت كده خلاص عارفه الاماونت ونسبه الراديو اكتيفيتي اللي فيها، احقنها لي اي في سبجكت.
واسيبها من 10 ل 15 مينت. بعد من 10 ل 15 مينت اقوم مطلع عينة بلد. اما اطلع عينة بلد هعمل ايه؟ هخليها برضو انتي كواجلانت وافصل البلازما بالسنتريفيوج، وبعد كده اجيب جهاز بيقيس الاشعاع اللي هو كام جاما كوانتر، جاما كوانتر ده بيعمل ايه؟ بيقيس لي نسبة الاشعاع اللي في البلازما، فهشوف النسبة الاشعاع اللي في البلازما بقت كام. طيب معنى كده ايه؟ ما هي نسبة اللي برضو نفس المادة اتخففت في البلاط كله، فنسبة الاشعاع قلت او اتخففت، هشوف الديجري اوف ديلوشن كام، وهكذا اقدر احسب البلازما فوليوم. زي نفس فكرة الايه؟ الدايميسون بس بالراديو اكتف. تمام كده؟ طيب التوتال بلاد فوليوم اقدر احسبه؟ اه يا دكتوره لو انت عارفه الهيماتوكريت فاليو. طيب واحد بقى، انا مش عايزه اقيس البلازما، عايزه اقيس الريد بلاد سيل فوليوم. هقيسه ازاي؟ هعمل ايه المره دي؟ هجيب عينه بلاد سيل، بلاد سامبل من السبجكت دي، وايه واعمل لها انكوبيشن ان فيترو، هخليها ايه بره، احافظ عليها بره، واقوم احملها بماده مشعه بايزوتوب او مادة مشعة زي الراديو اكتف كروميون او الاير. تمام؟ معنى كده ان الار بي سيز بقت متحملة او محملة بالمادة المشعة دي، صح؟ يبقى العينة كلها بقت محملة بالمادة المشعة دي. هقوم فاصلة العينة دي عشان اشوف اداك ده ار بي سيز، الار بي سيز بس المحملة بالمادة دي، واقوم قايسة نسبة الاشعاع في الار بي سيز دي كام، واقوم عامله لها ايه ري انجكشن، يعني حقنها تاني جوه الشخص، واسيبها من 10 ل 15 مينت، واقوم واخده عينه. هو انا محقنها تاني نفس الحكايه، الار بي سيز ديت بالاشعاع اللي فيها ايه هيلف بقى في السيركيليشن، فهتتخفف نسبه الاشعاع تاني في البلاط كله، صح كده؟ طب انا خلاص طلعت بلاط سامبل تانيه، هحط لها انتي كواجلانت وافصل الار بي سيز بالسنتريفيوج واقيس الراديو اكتيفيتي اللي جواها. طيب مش انا قلت لك برده اتخففت من الديجري اوف دايلوشن، من طريقه التخفيف بتاع الداج ده ار الريد بلاس سيل، اقدر احسب الريد بلاس سيل فوليوم. طب يا دكتوره الريد انا حسبت خلاص الريد بلاس سيل فوليوم، اقدر احسب التوتال بلاد فوليوم؟ اه اقدر احسبه لو انا عارفه قيمه الهيماتوكريت. تمام. طيب اكزامبل ازاي؟ لو انا عارفه قيمه الهيماتوكريت اقدر احسب التوتال بلاد فوليوم. تخيل او افترض معايا ان الريد بلاد سيل فوليوم كانت 2000 مللي، ماشي، والهيماتوكريت 40%. تمام كده؟ طيب يبقى الهيماتوكريت ده مش نسبه الار بي سيز للتوتال بلاد فوليوم. تمام، معنى كده هو مسهلها عليا، يعني 40% من البلاد حوالي 2000 مللي، يبقى 100% كام؟ 100% سهم اكس، يبقى الاكس اللي هو التوتال بلاد فوليوم كام؟ 2000 في 100 على قيمة الهيماتوكريت اللي هي 40 اللي هي هتساوي 5000. تاني انا عندي نسبة الريد بلاس سيل بقت الفوليوم بتاعها حوالي 2000 مللي. تمام كده؟ طب والهيماتوكريت لو انا عندي 40% هقدر احسب التوتال بلاد فوليوم؟ دي اسهل من البلازما يا دكتورة، الهيماتوكريت دي نسبة مئوية للريد بلاس سيل جوه الايه؟ جوه للتوتال بلاد فوليوم. طب انت بتقولي لي ال 40% ايكوال 2000 مللي كحجم، يبقى ال 100% ايكوال كام كحجم؟ هيبقى 100 في 2000 على 40 اللي هو 5000 مللي. تمام كده؟ خلاص ده الجزء الصعب عندنا في المحاضرة النهاردة. ممكن بقى نتكلم شوية ازاي بنعمل ريجوليشن للبلاد فوليوم. اول حاجة يا اما ريجوليشن، مش هو عبارة عن حاجتين ريد بلاس او بلاد سيل فوليوم وبلازما فوليوم، يبقى انا هيتضمن برضو حاجتين، يا اما اعمل ريجوليشن للبلاد سيل فوليوم او ريجوليشن للبلازما فوليوم. ازاي بالظبط كده او ازاي؟ لو انا مثلا حد اتعرض لسيفير هيموريدج هيحصل ايه؟ الجسم هيسيب البلاط كده، يحصل لوس، لو حصل صادم لوس للبلاط زي سيفير هيمريج، انا كده الجسم مش هيرد فعل. الجسم ايه رد فعل؟ انت بتقولي لي اللي بيبقى فيه شويه بلاط في الستور في السبلين والليفر، اول حاجه هيعمل شيفت للبلاط ديت من الستورز للسيركيليشن، تاني حاجه هيزود الريت اوف اريثروبويسيس ان بون مارو،
هيروح اشاره للبون مارو نتيجه ان انا خلاص انا فقدت دم، فنسبه الاوتو عندي في المحمله على الار بي سيز هتقل، فيحصل اوتو لاج هيحفز لي سكريشن للاريثروبيتين هرمون. تمام، اما يحفز لي سكريشن الاريثروبيتين هرمون، الاريثروبيتين هرمون ده هيروح للبون مارو، لو سمحت اشتغل بسرعه طلع لي ار بي سيز، ده انا عندي هيموريدج. تمام، بس الكلام ده هياخد وقت، وعشان كده الميكانيزمات اللي انا بعمل فيها ريجوليشن البلاس سيل فوليوم بقسمها لحاجتين، يا اما عايز الحق نفسي بسرعه رابط كومبنساتوري ميكانيزم اللي انا اطلع من الستور ده لوجيك ودي حاجة مفهومة، او سلو كومبنساتوري ميكانيزم اللي انا ازود التصنيع بتاعي اللي انا ازود الريت اوف اريثروبيسيس. تمام كده. تاني حاجة ريجوليشن للبلازما فوليوم. طبيعي البلازما بتبقى كيبت كونستانت عن طريق ايه يا دكاترة؟ عن طريق الفلويد اكستشينج بتوين البلازما والانترستيشيال فلويد، ودي رابط بات ليميتد ميكانيزم، وعن طريق حاجة تانية اسمها ووتر بالانس، ودي slow but unlimited mechanism. تمام، ايه هو بقى الفلويد exchange between البلازما and interstitial fluid؟ معانا اللي ايه، اولا تعالوا نشوف ايه الرسمة دي، ده ايه، دي كابلاري والبلاد فلو ماشي فيها، اي عند اي حتة عند اي نقطة عندك في حاجة اسمها hydrostatic pressure واوزموتيك pressure. تمام، هيدروستاتيك دي قوة طاردة، واسموتيك دي قوة ايه، جاذبة. تمام، طيب ايه اللي بيحصل في الرسمة دي؟ اولا يا دكاترة البلاد فلو وهو رايح للتيشو ايه اللي بيحصل؟ عندكو فوق كده الكابلاري وارتريال اند وفينوس اند، تمام كده، وتحت عندكو السيل وعندكو في تيشو فلويد، ماشي. ايه اللي بيحصل بقى؟ البلد هو داخل ناحيه الارتيريال اند، هو داخل ناحيه داخل ايه، ارتيريال. يعني ايه ارتيريال؟ يعني محمل بالاكسجين والنيوترنت اللي التيشو محتاجاه. هتلاقي عندك ان الهيدروستاتيك بريشر 32 ملي ملي جرام، 32 ملي ميركوري، والايه، والبلازما بروتين انكوتيك بريشر او الاوزموتيك بريشر 25. معنى كده ايه؟ طب نستنوا الاول على كلمه معنى كده، او استنوا افهمها لكم كمان شويه. اما اقول لكم عند الفينوس اند، عند الفينوس اند هتلاقي الهيدروستاتيك ب 12 والبرده الاوزموتيك بريشر 25. تمام كده. طيب ايه ملخص الكلام ده؟ ايه الارقام دي يا دكتوره؟ في اي نقطه او في اي نقطه في الارتري عندك هيدروستاتيك بريشر وعندك بلازما بروتين عندك اوزموتيك بريشر، الهيدروستاتيك بريشر ديت بيخلي الفلويد يطلع من جوه الارتري او من جوه المسار بتاعه للتيشو، التيشو فلويد يطلع بره الوول الارتريال وول. طيب ومال الاوزموتيك؟ الاوزموتيك ده معمول بالبلازما بروتين، بتسحب بتعمل ايه، اوزموزيس، يعني بتعمل قوه شافطه للفلويد. فعلى حسب انهي قوه اكبر، قوه الترشيح او الارتشاح ولا قوة الشفط، هو دوت اللي بيحصل عند كل اند. طيب تعالوا شوفوا عند الارتريال اند، هتلاقي ان الهيدروستاتيك بريشر اكبر من الاوزموتيك بريشر، وعشان كده هيحصل فيه فلتريشن. تمام، هيحصل فيه ان الفلويد والتيشو والنيوترنت والحاجات دي هتطلع بره، وده طبيعي عشان تخزن التيشو، هتطلع في التيشو فلويد ومنها تدخل جوه السل. تمام، طيب طول ما احنا طالعين هتلاقي الهيدروستاتيك بقى بيقل، انما البلازما بروتين اونكوتيك بريشر زي ما هو ثابت. تمام كده، لغايه ما نوصل عند الفينوس اند هتلاقي الهيدروستاتيك بقى قليل والبلازما بروتين كتير، وعشان كده هتلاقي ايه، النت موفمنت اوف ووتر من تيشو فلويد لايه، للفينوس اند دي. تمام كده، فهمتوا ليه؟ يعني وده الطبيعي اللي بيحصل عند الارتريال اند، بيبقى الفلتريشن اكتر، وبعد كده نيجي عند الفينوس اند خلاص التيشو خدت اللي هي محتاجاه، نبتدي ناخد ايه، الويست برودكت بتاعنا والحاجات اللي بتاعتنا، عشان نرجع تاني ايه، نوديها بقى ايه، السلك إيه؟ نرجعها تاني نفلترها مثلا في اللنج سي او 2 والحاجات ديت، ونرجع تاني ايه، ناخد دم تاني محمل بالاكسجين والنيوترنت، ونوزع تاني على السيركيوليشن.